أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى آخر الأسبوع. وجه الشيخ وحيد البلعوث قائد ما يعرف بالشيخ الكرامة في السويداء تهديدا شديد اللهجة لبشار الأسد ورجالاته في المحافظة، واتهم البلعوث سلطات النظام بالغدر والتخلي عن الناس والعمل على النيل من كرامتهم. البلعوث شخصية مؤثرة في الجبل، التف حوله مئات من الشباب في مظهر أغاض النظام وبعض مشايخ العقل في السويداء. يقول الفنان السوري الراحل نهاد قلعي في مسلسله الشهير صح النوم: إذا أردت أن تعرف ما يجري في إيطاليا فعليك أن تعرف ما يجري في البرازيل. الأمر ذاته إن صح القول ينطبق الآن في السويداء، فإذا أردت أن تعرف ما تسير إليه الأمور في المحافظة عليك أن تلم بما يدور تحت قبة مضافة الشيخ وحيد البلعوث قائد ما بات يعرف اليوم بمشايخ الكرامة. وبالرغم من تأكيده مرارا وتكرارا على أن المرجعية الدينية الأولى في الجبل تعود إلى مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، إلا أن البلعوث خلع عن أكتافه عباءة بعض سلوكياتهم المتعلقة بخطوط التعامل مع نظام الأسد، فتجاوز تلك الخطوط في عديد المناسبات رافضا الزج بأبناء طائفته كوقود لحرب نظام ضد شعبه. كما وقف الرجل كحجر عثرة في طريق التدخلات الخارجية لأبناء جلدته في لبنان بالشأن الداخلي، والحديث هنا عن وئام وهاب، فحد الأخير مسيرا غير مخير من زياراته للجبل، بل باتت شبه معدومة ليبدأ النظام وإن لم يكن بشكل معلن بمحاربة الشيخ البلعوث عبر بعض مشيخة العقل تارة وتارة أخرى عبر ما يسمى بالدفاع الوطني والقومي السوري وجمعية البستان، ويضاف إلى ما تم ذكره سابقا مجموعة الشيخ نزيه جربوع الابن البكر لشيخ العقل السابق حسين جربوع. البلعوث لم يكن قبل عام من الآن شخصية مشهورة في الأوساط الدرزية، لكن نقلة نوعية وكاريزما قوية بناها الرجل من خلال ملامساته المباشرة لاحتياجات الناس الأساسية، وتابع ما كان مشايخ العقل يتبرؤون من زج أنفسهم به كقضايا المعتقلين والمطالبة بإخلاء سبيلهم، كما كان لقضايا المخطوفين هامشا واسعا في جدول اهتماماته، ليلتف من حوله العشرات من الشبان سلحوا أنفسهم ذاتيا دون أن يولوا الشأن السياسي الكثير من الأهمية، سواء موالاة أو معارضة، وإن كانوا يعتزون بوطنياتهم وتاريخ محافظة سويداء النضالي ويعتبرون أنفسهم حماة لهذا الدور التاريخي، فرفعوا شعار حماية الأرض والعرض وساروا قدما في ضرب مواقع القصور ليلقوا صدى إيجابيا في نفوس الأهالي. نحن اللي قلنا كل عرض بهالجبل درزي سني علوي شيعي نصراني شو ما كان عرضنا وبحمايتنا، ونحن بنحافظ على كرامة الناس، واللي عم يحارب على الناس وعلى الاقليات نحن مش الدولة بهالجبل، وانتم بتعرفوا هالشيء هذا. ولعل الغوص الواقعي في تاريخ مشيخة العقل بشكل خاص يذهب بنا للإشارة صراحة إلى أنه لا دور ثوري لهم، وحتى إن اشتمل الحديث على فترة الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، وذلك بخلاف أبناء الطائفة ومن ضمنهم فئة المشايخ، وهو بالفعل ما يكمله الآن الشيخ البلعوث بالرغم من سيل الضغوطات التي يتعرض لها. ووسط كل هذه المعطيات يتخوف أبناء المحافظة من أن يتمادى النظام ويطال البلعوث بأذن يتطلع من خلاله لشق الصف من النخاع الطائفي لإبقاء السويداء تجري كما تشتهي سفن الأسد. من واشنطن ينضم إلينا ماهر شرف الدين الكاتب والمعارض السوري المستقل. أهلا بك سيد ماهر معنا. في هذه المرحلة التي تعيشها السويداء عقب المناوشات الأخيرة التي جرت في هذه المحافظة، يجب أن يعرف المشاهدين ويتعرفوا على شخصية الشيخ وحيد البلعوث. من هو هذا الشخص؟ كيف يمكن أن نصنفه؟ هل هو رجل دين؟ هل هو سياسي؟ هل هو ثائر؟ أي صفة تجدها الأنسب والأدق؟ قبل أن أجيب عن سؤالك اسمح لي أن أسجل يعني تحفظا بسيطا على ما ورد، على نقطة وردت في التقرير تتعلق بمشيخة العقل. أولا يعني من الظلم وضع مشيخة العقل كلها في سوية واحدة، يعني مثلا موقف الشيخ حمود الحناوي مختلف، موقف متقدم جدا، بس حبيت أسجل هالنقطة، يعني ما فينا نحطهم كلهم على سوية واحدة. بخصوص سؤالك، الشيخ وحيد البلعوث بداية هو رجل دين
عايش الظلم والقهر ككل السوريين طوال فترة حكم الأسدين، ولما سنحت له الفرصة للانتفاض انتفض وجمع الناس من حوله. يعني ها هي الحكاية ببساطة. وأصلا تسمية الحركة بمسمى مشايخ الكرامة تؤكد بأنها حركة في أصلها ليست حركة سياسية، بل هي حركة مواجهة اجتماعية لحالة الذل والهوان التي فرضها النظام المجرم على السويدة وعلى سوريا عموما. حركة بلعوث بدأت كردة فعل من المشايخ، لكنها سرعان ما تدحرجت وتحولت إلى حركة اجتماعية عريضة ذات مطالب سياسية. وأنا أؤكد بأنها ليست حركة سياسية بالمعنى التقليدي، بل هي حركة اجتماعية ذات مطالب سياسية، والفرق كبير بين الحالتين. أيضا هي مش حركة دينية كما يحاول تصويرها، هي ليست حركة دينية بالمعنى التقليدي، لكن حاملها هو الديني. يعني النواة الصلب لهذه الحركة هم مجموعة من المشايخ، لكن هذه الحركة ليست حركة لها مشروع ديني تريد أن تفرضه على الناس، بل هي حركة منفتحة على كل الاتجاهات، باتت تستقطب شرائح واسعة من الشباب الساخط والثائر على العهود للقهر والظلم. الشيخ وحيد البلعوث من خلال تبنيه لمطالب الناس، من خلال رفعه لشعار الكرامة، نجح في كسب تأييد الناس له. هذا هو السر في الشيخ وحيد البلعوث وفي نجاح حركة الشيخ البلعوث. أولا الالتصاق بالناس، ثانيا تبني هموم الناس، ثالثا الدفاع عن كرامات الناس. طيب سيد مار، كنت تتحدث عن هذه الحركة، واضح كما ذكرت بأنها ليست حركة دينية، ومن يسمع تصريحات الشيخ البلعوث يلتمس ذلك، ولكن ماذا يمكن تصنيفها؟ هل هي حركة معارضة أم هل هي حركة ثائرة؟ وإذا قلنا ثائرة يعني هل تأخرت عن الثورة، عن ركب الثورة لأربع سنوات منذ بداية هذه الثورة؟ لماذا الآن في هذا التوقيت بالذات يتم تسليط الضوء وتخرج هذه الحركة من السويداء؟ يعني لا أظن أنه من الصحيح أن وضع الشيخ في خانة سياسية كخانة المعارضة. ليش؟ لأنه هو مش رجل سياسي بالمعنى التقليدي. الشيخ وحيد هو وجماعته يمكن اعتبارهم يعني حركة تحدي، حركة تحدي للنظام وتحدي لرموز النظام، حركة تحدي اجتماعية يمكن أن تتبلور بعدين أكثر فأكثر لإفراز حالة سياسية مستقلة، لكنها إلى اليوم ما زالت بالطور الاجتماعي، الطور الاجتماعي طبعا الذي يحمل أهدافا بعضها سياسي. نعم. مع ذلك نجحت حركة البلعوث بجذب الكثير من المعارضين إليه، وأنتم قلتوا بالتقرير أنه جذب المئات بشكل مباشر، لكن أنا بأكد لك أنه جذب الآلاف بشكل يعني متعاطف مع الحركة. أنا مثلا معارض قديم للنظام من سنة 2002، من كان عمري 25 سنة، أنا معارض علني، ومنذ انطلقت حركة الشيخ البلعوث وأنا أحاول دعمها من موقعي كإعلامي بكل الأشكال. لماذا؟ لأنني أرى فيها بارقة أمل في ليل حالك وطويل. وهذا الأمر نفسه ينطبق على كثير من المعارضين السوريين أو معارضين السويدة تحديدا، الذين وجدوا في هذه الحركة بسيط أمل لتحرك السويداء والتحاقها بركب الثورة. نعم مار، تحدثت بأنه هذه الحركة قد تتطور لتصبح حالة سياسية مستقبلية، من يمكن أن يدعمها؟ خاصة ونحن نعرف طبعا يعني خصوصية محافظة السويداء. أنا برأيي ما راح يدعمها غير تكاتف أهل الجبل وغير الجبل نفسه، يعني التفاف الأهالي حول حركة الشيخ البلعوث. يعني نحن بدي أقول شغلة، أنه نحن اليوم ننظر للشيخ وحيد البلعوث كاستثناء، وهذا بالنسبة لي محزن. أنا يعني بالنسبة لي كقارئ نهم لتاريخ الجبل محزن جدا، لأنه تاريخ الجبل هو تاريخ ثوري بامتياز، وثوري من دون أن يعتمد على الآخرين. الجبل أنجز ثورات كثيرة في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين والقرن الثامن عشر من دون أن يحتاج الاتكاء على أي مساعدة خارجية. تاريخ الجبل هو تاريخ ثوري بامتياز، لكن حالة الاستكانة التي أصابت الجبل هي التي جعلت من الشيخ البلعوث استثناء. الشيخ البلعوث استثناء بالنسبة للحاضر، لكنه ليس استثناء بالنسبة إلى الماضي. اليوم نحن بنقف مع الشيخ وحيد
لأن السقف الذي وصل إليه هو أعلى سقف يرفعه الدروس في الداخل ضد النظام. نعم. ولما بيجي حدا بيرفع سقف أعلى من الشيخ وحيد نحن أكيد رح نكون معه. ولكن لا نستطيع أيضا أن ننكر بأن هذه الحالة وهذه الحركة أحدثت لغط في السويداء، أحدثت انقسام في الرأي عند أهل السويداء، يعني هناك ناس ضد هذه الحركة، هناك طبعا ناس يؤيدونها في الداخل وفي الخارج أيضا. كيف تنظر إلى هذا الانقسام؟ هل سوف يحدث شرخ في المجتمع الدرزي في بين أهالي السويداء؟ برأيي أنه هذا الانقسام بالرأي حول حركة البلعوث هو انقسام في الشكل، ها رأيي انقسام في الشكل. ليش؟ لأنه الشعارات اللي عم يطرحها الشيخ لا يمكن أن يختلف عليها اثنان في الجبل. يعني هل يمكن لأحد أن يختلف مع الشيخ على ضرورة احترام كرامات الناس، على ضرورة محاربة الفساد، على ضرورة إقالة رموز الإجرام في المحافظة، على ضرورة تسليح الجبل لحماية نفسه؟ يعني لا أعتقد أنه أحد بالجبل يمكنه أن يختلف مع الشيخ البلعوث حول هذه الأمور. لذلك قام النظام بشخصنة المسألة بشخص الشيخ البلعوث لكي يحصل الانقسام، لأنه مطالب البلعوث لا أحد يختلف عليها. عشان هيك عم بقول أنه الانقسام شكلي. أنا بذكر لك شغلة عملها النظام. نعم. أول حراك أنا بتذكر تماما أول ما طلع الشيخ البلعوث ونزلوا ظهره، قام النظام بنشر شائعة تقول بأنه تمت مبايعة البلعوث كشيخ عقل للدروز. قال شو؟ تمت مبايعته شيخ عقل، وذلك للفتنة بينه وبين مشايخ العقل، وأيضا للضغط على مشايخ العقل وشعارهم بأنه مواقع مهددة. يعني هذا هو أسلوب النظام، شخصاً المسألة بشخص البلعوث. نعم. ليسهل عليه إيقاع التفرقة بين الناس. نعم، لذلك يعني أصبح هناك نوع من اللغط لدى الناس بأن هذه الحركة خرجت ضد مشايخ العقل في الجبل، وهذا طبعا ليس صحيح. سؤال أخير ماهر لو سمحت لي، ظهر تسجيل جديد اليوم للشيخ البلعوث تحدث بأن أهالي الجبل، قال بأن أهالي الجبل قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم، إذ طبعا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ماذا يعني ذلك؟ وإلى أي مدى قد ترتفع هذه المطالب وحدة هذا الخطاب برأيك؟ لا أنا سمعته سريعا قبل شوي، ما قال في حال فرضت علينا العزلة، في حال يعني نحن، قال لا نريد التقسيم، لا أحد يريد التقسيم، ولكن قال في حال يعني أنه استمر الوضع بهذا الشكل ومحافظة الجبل. يعني امبارح كان النظام يمنع دخول الطحين إلى السويداء، فالشيخ البلعوث من هذا المنطلق، الشيخ البلعوث أصدر بيان يعني عن وحدة أكثر من مرة، عن وحدة الأراضي السورية، عن ضرورة الوحدة الوطنية إلى آخره، لكن هذا الكلام كان في سياق معين لا يجوز اقتطاعه ووضعه أنه سياق دعوة التقسيم. الشيخ البلعوث يقول ذلك، يقول إذا فرض علينا التقسيم فنحن نستطيع أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. يعني هذا هو بصراحة، يعني هذه المسألة مش أكثر من هيك. طب إذا وضعت أيضا يعني في هذا الإطار، إلى أي مدى أن يمكن أن يعني ترفع حدة هذا الخطاب برأيك؟ يعني أنا بخصوص الخطاب أو الحراك كله، يعني أنا ما بقدر التخمين بإمكانية أنه يرتفع الخطاب أكثر. يعني المسألة مرهونة بتطورات الظروف. نعم. وهناك بتعرفي ضغوط كبيرة اليوم، يعني اليوم وفيق ناصر وشبل جنود وكل هؤلاء يعني أجزام النظام مخابرات وكل مجندي نفسه فقط لمحاولة كسر شوكة هذه الحركة. بس أنا بقدر أجزم بأنه هذه الحركة ستستمر وستكبر وستنجح في استقطاب شرائح واسعة بعيدا عن شريحة المتدينين. يعني كما قلت أنا شخص مثلي أؤيد هذه الحركة لأنها نجحت بتحدي النظام بشكل لم تنجح فيه بقية الحركات. يعني الجبل قبل أول الثورة شهد حركة تظاهرات وحركة اعتصامات، لكن لا. هذه الحركة تلاشت تحت وطأة القمع. كمان شهد الجبل حركة مسلحة محدودة طبعا قام بها لا. جنود نظاميون مشقون كالشهداء خلدون زين الدين والشهيد سامر البني والشهيد مجد الزين، لكن هذه الحركة أيضا وئدت. الحركة الوحيدة التي كتب لها الاستمرار والتطور هي حركة الشيخ البلعوث أو حركة مشايخ الكرامة. لذلك أنا أراهن على استمرارية هذه الحركة وعلى تطور هذه الحركة. أشكرك ماهر شرف الدين الكاتب والمعارض السوري المستقل على هذه المداخلة معنا في برنامج آخر الأسبوع، شكرا لك.
مشاهدينا آخر الأسبوع يتواصل وتتابعون فيه. بعد فاصل قصير، إسرائيل هددت نصر الله فاشتعلت الضاحية الجنوبية ولكن بالألعاب النارية. ابقوا معنا.